هذه الطبعة الأولى بعد عودة مسابقة قارئ البلدية تحت إشراف هذا المجلس. هذا المجلس لأبى إلا أن يخرج المسابقة بهذه الطريقة. كما شفتوها أكيد عجبتكم المسابقة بدون شك. المسابقة فيها فئتين، فئة الأطفال وفئة الشباب، تميزوا كان ما شاء الله عليه. فئة الأطفال راح نبدأ بها ولا نبدأ فئة الشباب؟ القرار راح يكون لكم أنتم. أش نبدأ؟ شباب ولا أطفال؟ ساكتين ساكتين. هي علامات تدل على الخوف. إذن البداية راح تكون مع فئة الأطفال، فليتفضل كل من ناجي إسراء، كمال عزي، تطراوي، أمين هنا على المنصة. لنعرفها كامل أن صاحب لقب قارئ البلدية هو أحد هؤلاء البنتين. صاحب المرتبة الأولى وصاحب لقب قارئ البلدية أعرفه أنا وكذلك لجنة التحكيم، أما الباقي فوحما يعرف. كمان تتنيوني التعرف معي. راح يكون عندكم اسم قارئ البلدية في فئة الطفولة من نصيب نجي إسراء تطراوي أميمة. سأعلن على المرتبة الثانية من الأولى. السادة القائمين على نجاح المسابقة قلوبهم بذاتهم. هذه تعليمات أحد القائمين أيضاً على المسابقة، أستاذ سمير تحية لي. واحد من بين أبرز اللي سعوا على أنهم ينجحوا المسابقة.
المسابقه ما كانتش تنجح لولا تالق هؤلاء المتنافسون. صاحب المرتبه الثانيه لن نعلن عليه الان لاننا سنعلن مباشره عن لقب قارئ البلديه في فئه الطفوله. صاحب المرتبه الاولى او اقول صاحبه المرتبه الاولى الأولى وصاحبة لقب قارئ البلدية في هذه الطبعة، الطبعة الأولى، وبإذن الله راح تكون كاين طبعات أخرى. وصاحبة المرتبة الثانية هي ناجي إسراء، كانت متفوقة وتحصلت على مرتبة أيضا علامة أيضا مرتفعة. أسعد كثيرا بأن أستدعي السيد رئيس الديوان وكذلك السيد النائب الأستاذ حاج عروسي وكذلك بدق الحاج والأستاذ عيسو رابح من أجل تكريم صاحبة المرتبة الأولى تطاوي أميمة. فلتفضل أساتذة الأكاديمي بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل تكريم صاحبة المرتبة الأولى. سيكون من نصيب هذا البطل، هذا الصغير الكبير، هو أحد حاملي كتاب الله، وهو أحد مفيد كتاب الله.
الثامنة حريزي عادل وكذلك بوساك نت. فليتفضل هؤلاء المتفوقون في فئة الشباب بالنسبة لستون حزب. تعليمات تصلني دائما من الأستاذ سمير، قال بأنه لازم يكون حاضر سوستانس، ولكن الأستاذ من هناك قال لي خفف شوية، خفف شوية شوية شوية. كلكم متفوقون، تشرفنا بحضوركم، تشرفنا بالاستماع لتلاواتكم. أنتم حفاظ أو حافظين لكتاب الله، ومن بينكم صاحب لقب قارئ البلدية في فئة الشباب. يتعلق الأمر بكل من يتجاوز سنه 15 سنة. الإشارة فئة الأطفال، كل من هم دون 15 سنة. يعني المعلومة هذه في النهاية دون شك كل الحضور لم يكن ينتظرها، ولكن مليح الإشارة، نشير إلى أنه هذه المسابقة كانت بفئتين، فئة دون 15 سنة وفئة من هم يتجاوز عمرهم 15 سنة. أنا أجد وأنا أرى وجوه باسمة ضاحكة مرتاحين، ولكن البسمة تغيب من هنا، لكن قلوبكم تبسموا، تبسموا أنتم حاملين لكتاب الله، وأنتم متفوقون من بين أكثر من 300 مشارك كانوا قد سجلوا أسماءهم بالمكتبة، وكانوا قد حضروا ابتداء اليوم السبت الماضي، وأعلنت النتائج في الليلة التي بعدها، ونشرت عبر الفيسبوك، وكانت أسماء هؤلاء الثلاثة منشورة، كانوا هم المتأهلون للنهائي، والآن أسماءهم كنت أخشى أن تقرأ الاسم يروح سسبنس ويروح كل شيء. لجنة التحكيم كان شرفتنا، كان الأستاذ يريد أن يعلن نتائج المسابقة، مسابقة قارئ البلدية في طبعتها هذه، ولكن أنا أبيت إلا أن أعلنها أنا، لأني أتشرف كثيرا بأن أقرأ عليكم وأنا أسمعكم أسماء أناس تفوقوا وأناس شنفوا أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم وتنافسوا في فئة 60 حزبا ما شاء الله عليهم. من بين هؤلاء الشباب واحد فيهم طبعا كان صاحب المرتبة الثالثة، والآخر صاحب المرتبة الثانية، وصاحب لقب قارئ البلدية هو اللي تحصل على أكبر علامة أعطتها له طبعا لجنة التحكيم المشكلة من قبل مشايخنا الأفاضل وأساتذتنا، هم معلمين القرآن في مدارس المنتشرة في ولاية المسيلة، وهم حاملي لواء تعليم القرآن الكريم في هذه البلدية، بلدية المسيلة، وكذلك هم أعضاء لجنة الإقراء ببلدية المسيلة أو في ولاية المسيلة. الأستاذ حريزي عادل، وكذلك الأستاذة تباني آمنة، وكذلك الأستاذة بوساك نادي. أنا أحرص على أني أقرأ الأسماء دون ترتيب، وأنا أعلم أنه يوجد من يتوقع تفوق أحد هؤلاء الثلاثة دون شك، واحد فيهم هو صاحب لقب قارئ البلدية. الأستاذ حريزي عادل، أنت لست صاحب لقب قارئ البلدية، ولكن أنت كنت صاحب المرتبة الثالثة، وتشرفنا كثيرا بتواجدك معنا. أعطوا تصفيقة صاحب المرتبة الثالثة حريزي عادل. لن أطيل عليكم لأن الوقت قد داهمنا والوقت قد تأخر. صاحب المرتبة الأولى، وبالأحرى صاحبة المرتبة الأولى في فئة 60 حزبا، هي فليتفضل السيد رئيس دائرة المسيلة لأجل تكريم صاحب المرتبة الأولى اللي راح نعلن عليه الآن. فليتفضل سيدي رئيس دائرة، وكذلك
النائب رزيق كمال، أستاذ رزيق كمال فليتفضل، وكذلك الأستاذ بشيري المسعود، وكذلك بنت فاتح بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي البلد. وسنعلن الآن على صاحب لقب قارئ البلدية لسنة 2022، رمضان 2022، واللقب كان من نصيب بوصاك نادي. ألف مبروك يا نادي. ستنال التكريم من قبل السيد رئيس الدائرة، وكذلك السيد رئيس مدير السيد رئيس ديوان الوالي، فليتفضل أيضا من أجل تكريم بوصك نادي. نشير إلى أنه المرتبة الثانية بتفوق وعن جدارة كانت من نصيب تباني آمنة، أعطوها أيضا تصفيقة تستاهل أيضا التتويج. تكريم المولي سيكون من نصيب تباني آمنة، وسيكون حاضر لأجل تكريمها أيضا السادة الأفاضل هنا بقاعة سينما الحضنة. هذه القاعة العريقة التي احتضنت طالما احتضنت أمسيات قرآنية وليالي قرآنية. مشكورين أساتذتنا الأفاضل على حضورهم معنا وعلى تكريم صاحبة المرتبة الأولى بوصاك نادية، اللي تحصلت على مبلغ ايضا 10 مليون سنتيم مقدم من قبل المنظمين لهذه المسابقة وهم اعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمثيلها. مشكورين اسئلتنا الافاضل، تفضلوا، شكرا جزيلا.